صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: نذرت وأنا صغيرة لم يتجاوز عمري 12 سنة. تقول صلى الله عليكم: نذرت وأنا صغيرة ولم يتجاوز عمري 12 سنة. لا تقول 12 أبد، هذا أنت اللي قلت. اثنتي عشرة سنة منصوب. نعم. يقول أحسن الله إليكم: نذرت وأنا صغيرة ولم يتجاوز عمري 12 سنة. لم يتجاوز عمري 12 سنة. نعم. أنا أعتكف في منزلي 10 الأواخر من رمضان، إلا أنني لم أستطع الوفاء بهذا النذر، فقمت بإطعام 10 مساكين. فما حكم فعلي هذا؟ وماذا علي أن أفعل الآن؟ الاعتكاف لا يصح في البيوت، إنما الاعتكاف في المساجد. من شروط صحة الاعتكاف أن يكون في مسجد تصلى فيه الجماعة. أما الاعتكاف في البيوت فهذا ليس شرعيا ولا يعد اعتكافا، فندرك غير صحيح.